زي ما قلت ايمن، بدانا البحث عن العاشره. خلاص التاسعه اتنست بذكرياتها الحلوه. خلاص ما فيش حد من الجماهير قاعد بيفكر في التاسعه دلوقتي، كل صحيح. تفكيرنا ان شاء الله النهارده بدايه البطوله العاشره، ودايما مهمه البدايه اهم حاجه. انا بس اقول لك بسرعه كده، كانت بدايتنا في اول بطوله اخذناها سنه 82، بس كانت بدايه متعثره جدا. كنا بنلعب فريق اشغال الصومالي، وفريق متواضع طبعا، تعادلنا هناك 0-0. وفي القاهره هنا الموضوع كان منتهي تماما، يعني هنكسب 4-5 زي ما انت عايز. كويس، ولعبنا طبعا بالتشكيل الكامل بتاعنا. عايز اقول لك ان احنا ادينا المباراه كميه فرص ضايعه وحظ مش طبيعي. ضربه جزاء جت كابتن رمزيه ضيعها. انت بتقلقنا ولا ايه؟ لا انا بقول لك على ذكرياتي، انت قلت لي ذكرى، قلت لك دي اول البدايه بتاعتي انا. ضربه جزاء، لا ده كان هنا مش هناك. ضربه جزاء كان طاهر رمزيه ضيعها، ونادرا ما يضيع طاهر. طبعا لحد بالظبط الدقيقة 91 ضربة ركنية اترفع كابتن مصطفى حسام البدري، انا 1-0. دي كانت أول مباراة من الإشغال الصومالي. كانت أنا بالنسبة لي طبعا كانت الحمد لله ذكرى حلوة قوي، ده كان أول هدف ليا في البطولة واللي تأهلنا بيه للدور اللي بعديه. لكن بعد كده أعتقد إن الأمور كانت سهلة لحد ما وصلنا لنهائي أوكتوكو، والناس كلها طبعا عارفة المباراة أوكتوكو واللي حصل فيها. لكن بتمنى إن شاء الله النهاردة تبقى البداية أسهل إن شاء الله، إن يعني نخلص المباراة إن شاء الله النهاردة إن شاء الله، على أساس مباراة العودة تبقى الأمور سهلة بإذن الله إن شاء الله. كابتن أسامة، طبعا ليك صولات وجولات في البطولة الأفريقية مع النادي الأهلي، ولكن برغم الفوارق إنما دايما البداية بيبقى ليها طبيعة خاصة. ما فيش شك، يعني خبراتها تبقى كبيرة جدا بين الأهلي و سنديب النيجر، ولكن احيانا البدايات بتبقى صعبه. طبيعي الفوارق دي تحسم اللقاء من هناك للنادي الاهلي، وما يبقاش محتاجين الماتش اللي هنا يبقى يعني تحصيل حاصل. لكن احيانا بيحصل انه بعض المفاجآت، تعادل، لا قدر الله تخسر 1، حصلت معانا طبعا في بعض البطولات يعني. ولكن سهل نسترجع الموضوع تاني، يعني حتى لو بيحصل مفاجأة سهل نسترجع الموضوع. اللعيبة لما تاخدش الأمور ب يعني استرخاء أو كده كده احنا بطل يعني افريقيا وتستسهل الماتش. لكن لو لعبوا بجديه اعتقد ان شاء الله، يعني بس الملعب يكون كويس، اعتقد ان شاء الله نقدر نكسب هناك ونحسم اللقاء من الاول يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل، ضربه البدايه دايما واحنا لعيبه كانت بتفرق كتير جدا في مشوارنا وتكمله المشوار. اكيد. قول لي بقى ذكرياتك مع ضربه البدايه مع النادي الاهلي مشوارك الافريقي. يعني يا كابتن، انا عايز اقول لحضرتك قبل ما اقول ذكرياتي اقول لك طبيعه المباريات والادوار دي. الادوار دي ادوار التحفظ للفرق الكبيره. لانك انت عندك مشكله كبيره قوي انك بتلعب فرق مش باكي على حاجه. اولا انت بتلعب فريق بيلعب بطل افريقيا السنه اخر نسخه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو الاجواء بتبقى مختلفه لان انت واخد على الاجواء الصحيه، الملاعب الجيده، اللعب الغير عشوائي. الفرق اللي بيلعبك في البدايات بتبقى اضعف فبيتعبوك فنيا، فعشان كده ده دور الحذر بتاع الانديه الكبيره بالذات، لانه ممكن تقع. يعني احنا بدايتنا احيانا كانت في البدايات بتبقى انت خارج من فتره اعداد، في هنا تغير موجود في فيروس كورونا، في تغير. لكن انت كنت الاول، بنبدا من اول فتره الاعداد بتاعتنا، يعني الـ كنا بنلعبها بدون ما بنلعب بطولات في الدوري. لكن انت دلوقتي واصل لانك في التوب فورم بتاعك كويس، فالحذر. يعني يمكن اقول لك احنا مره كنا بنلعب فيلا الاوغندي برضو من الفرق اللي كانت ضعيفه، وحصل استهتار ما هنا في مصر، ضيعنا من ايدينا جوان كتير قوي. عشان كده بقول لك الحذر 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 في الادوار اللي زي دي. محتاجين ان النادي الاهلي يعدي الدور ده وباقل خسائر من اللاعبين، علشان هي دي المشكله. انت بتلاعب فرق هتلاقي العنف عندها كتير قوي النهارده، عشان كده تلاقي فيه الموسيماني ممكن يكون ريح لعيبه كتير. ولكن قبل ما اتكلم في حاجه فنيه بقول لك انه دي ادوار الحذر. ادوار الحذر انك انت تلعب مباراه جيده هناك وتيجي هنا عشان تعدي الدور. كابتن هاني، الكابتن عادل بيتكلم بيقول ان المفروض النادي الاهلي بيلعب بحذر وتحفظ، وانا من وجهه نظري شايف العكس، ان النهارده
الضغوط ما بتبقاش واقعه على النادي الاهلي، الضغوط واقعه على الفريق الاضعف او الفريق الاصغر. طبعا الكره فيها مفاجات وتعودنا ان مفيش مباراه سهله، ولكن من وجهه نظري شايف ان الحذر والتحفظ هيكون من جانب الفريق النيجر. اكيد يا كابتن، وشفنا كمان الكلام ده في تصريح رئيس النادي بتاع سونديب، اتكلم وقال ان احنا عندنا يعني احنا شرف كبير ان احنا نلعب النادي الاهلي بطل افريقيا 9 مرات. ده يدل فعلا النادي الاهلي اكيد مش هيبقى عليه عبء كبير في المباراه قد فريق النيجر. يعني النادي الاهلي طبعا رايح وهو حاصل على اللقب اخر نسخه، واعتقد ان المباراه بالنسبه له مش هتبقى صعبه زي فريق سنوديب. النادي الاهلي طبعا اكيد بياخد المباريات اللي هي في الاول دي يا كابتن ايمن بياخدها برده يعني بحذر برده اكيد، لان انت رايح برده بتلعب فرق انت ما تعرفش عنها حاجه، بتبقى لسه تقريبا يعني فريق سنوديب تقريبا بقى له 7 سنين بس، بتاسس 2014 وشارك على فكره 3 مرات في بطوله افريقيا وشارك في الكونفدراليه، وفريق تقريبا يعني في خلال فتره قصيره بدا ان هو يخش في بطوله افريقيا وبدا يلعب فرق كبيره زي النادي الاهلي. فاعتقد ان المباراه بالنسبه للنادي الاهلي مش هتبقى صعبه، هي بس الاجواء هناك هي ممكن يكون سوء ارضيه الملعب هي اللي هتبقى عائق للنادي الاهلي، وممكن تقريبا الجو ما اعرفش الجو هناك عامل ايه بصراحه، لكن المباراه هتبقى نسبيه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى سهله، لان طبعا انت بتلعب ماتش الماتش اللي هناك الاول ماتش هناك، ثاني ماتش هيبقى عندك في ارضك، فاعتقد ان المباراه يعني الامور هتبقى سهله بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله.